الشخصيه ومن وجهه نظر ملعب الاهلي ليه التحكيم واصل للامر اللي وصلنا ليه ده. من وجهه نظر الشخصيه انتظرونا وخليكم معانا النهارده. كمان هيبقى في تاريخ موثق للاهلي وسداسيات الاهلي عبر تاريخه سواء كان محليا او افريقيا، كلها في تفاصيل الاهلي النهارده. 5 مباريات نقول نتائجهم وهنشرحهم بالتفصيل والامور الفنيه التفصيليه مع نجومنا في تشكيله ملعب الاهلي النهارده، كابتن عادل طعيمه، كابتن طارق العشري، وكابتن احمد بلال في الجزء الثاني من ملعب الاهلي. اليكم التفاصيل. النهارده في اولى مباراه اليوم كان حرس الحدود بيواجه الاتحاد السكندري 1-1 النتيجه. مصطفى جمال للحرس في الدقيقه 96 او 97 بضربه جزاء مشكوك في صحتها تماما، ان لم تكن ليس لها علاقه بضربه الجزاء بيحسبها جهاد جريشه. وكان موجود خالد قمر احرز للاتحاد السكندري في الدقيقه 58، وتعادل في الدقيقه 97 مصطفى جمال من ضربه جزاء مشكوك في صحتها لصالح حرس الحدود. تاني اللقاءات النهارده مباراه في منتهى القوه ومنتهى النديه والجمال، جمعت ما بين الانتاج الحربي وبتروجيت 2-1 لصالح الانتاج الحربي وتفوق لمختار مختار. كل الناس تعظيم سلام لمختار مختار بالامكانيات اللي معاه والقدرات اللي معاه والامور اللي تكاد تكون مش كبيره قوي في عالم كره القدم. بيتصدر الدوري بعد الاسبوع السادس في غياب الاهلي 2-1 عن طريق محمود كابونجا ومحمد رجب بعد ما كان متاخر 1-0. او الهدف جاء في الدقيقه 59 لبتروجيت عن طريق محمد فييرا، وتعادل كابونجا بعد نزوله بدقيقتين او ثلاثه في الدقيقه 85، واضاف محمد رجب الهدف الثاني في الدقيقه 92. المقاولين بيحقق فوز غالي ومستحق على سموحه 2-1 عن طريق هداف الدوري احمد علي في الدقيقه 34 والدقيقه 59، ويوصل احمد علي للهدف رقم 5 بالنسبه له ويتصدر بقائمه هدافي الدوري برصيد 5 اهداف. شالونجو كان احرز هدف سموحه في الدقيقه 86. مصر المقاصه بيتفوق على وادي دجله 1-0 الهدف عن طريق او 2-1 اسف 2-1. الاهداف كانت لرجب عمران وتراوري، وكان وادي دجله احرز محمود مرعي. الجونه بيتعادل في لقاء في منتهى القوه والحماس من الثانيه الاولى ولحد الثانيه الاخيره ما بين بيراميدز والجونه بهدف لهدف عن طريق احمد سعيد اوكا، وكمان تعادل كينو احسن لاعب في الدوري حتى الان. كينو البرازيلي هو احسن لاعب وافضل لاعب في الدوري المصري حتى الان بوش رجل عالمي، ما يحرزوش غير فنان في كره القدم هو كينو. وبيراميدز يتجرع من نفس الكاس اللي شرب منه الاهلي من اسبوع او اقل من اسبوع بهدف صحيح 100% لكينو اللي هو بطل اللقاء النهارده، سواء بيحرزوا للاهداف هدف التعادل في الدقيقة 95 أو 96 من اللقاء، أو الهدف الملغي هدف صحيح لبيراميدز، هدف صحيح مفيش كلام لبيراميدز في الشوط الأول تقريبا في الدقيقة 41 أو 42، وضرب الجزاء من وجهة نظر الشخصية إنها صحيحة لصالح برضو بيراميدز في الشوط الثاني. كان بطلهم كينو أحرز هدف اتحسب وعاد وأحرز هدف ما اتحسبش ولو ضربة جزاء. تعادل بيراميدز بهدف لهدف وكان له احقيه في ضرب الجزاء وله احقيه في هدف صحيح 100% ويشرب من نفس الكاس اللي شرب منه الاهلي كمتصدر للمجموعه مع الاهلي او تصدر للدوري مع الاهلي، ويبقى الزمالك منفردا بلا اخطاء تحكيميه حتى الان. لكن كل الناس اللي بتنافس على المقدمه سواء كان الاهلي او بيراميدز او حتى الانتاج الحربي، رغم ان تعرض الانتاج الحربي او تعرض الاهلي لاخطاء تحكيميه فادحه في مباراه الانتاج الحربي ادت للتعادل 0-0. دي كانت نتائج النهارده في اليوم الثاني في الاسبوع السادس. عايز اقول بس شويه نقط في منتهى